السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. احنا مازالين في الدرس ديال الاعداد العقديه. اليوم غادي نحاولوا نديروا واحد المهم واحد شابيتر بيان، غير واحد النوسيون في الاعداد العقديه اللي هي عمده عدد عقدي او ارغيمون دان نومبر كومبلكس. دونك الا خدينا واحد البوان زد او واحد النومبر كومبلكس اللي كيتكتب ليه على شكل ا اكس مهم بيان ا بلس اي بي، بحيث هذا هو الجزء الحقيقي وهذا هو الجزء التخيلي، بارتي ريال بارتي ايماجينير. دونك شنو كنعنيو بهذا الزيد؟ هذا كما كنعرفوا لا فيكس ديال زيد ايتيغالا ام، بحيث هاد ام عندها لي كوردوني ا بي. ياك دونك الى بغينا نرسمو هاد البوان ام دا فيكس زد او اللاحق ديالها اللي هو زد، دونك على هاد الشكل هذا في لو روبير اورتونورمي ديريكت، ماشي مشكل. دونك هادي هي لا بارتي ريال اللي كنرسمو فيها لي زيكس، او هنا لا بارتي ريال اللي غنرسمو فيها لي ا. دونك الى خدينا هادي هي الكوردوني ا وهادي هي الكوردوني بي، دونك حيتاش هاد لوردوني هذا هو اللي كنرسمو فيه لا بارتي ايماجينير، مفهوم؟ دونك لي كوردوني هما هادو، هادي هي لو بوان ام، مفهوم؟ دونك هاد ام هادي كتشكل ليا واحد الزاوية ما بين هاد لاكس دابسيس اي لاكس دوردوني. دونك كاين واحد تيتا هنايا، واحد الزاوية اللي سميتها تيتا، مفهوم؟ دونك الا خدينا لو فيكتور اونيتير خديناه واحد او، دونك المتجهة الموجهة لابسيس اللي هي او هادي في. دونك الا خدينا دونك تيتا اش غتساوي؟ هي الزاوية U O M. دونك إلا خدينا هادي هي O لاكس لو سونتر، دونك هاد الزاوية هادي كتساوي ديريكتومون اللي هي تيتا، مفهوم؟ U O M هاهي O M هاهي U، دونك هادي هي تيتا بترديد دو بي، مفهوم الشباب؟ دونك شنو كتسمى هاد تيتا؟ دونك هاد تيتا اكزاكتومون اللي هي كتسمى عمدة العدد العقدي زد، العقدي زد، مفهوم؟ حيت الزد عنده لافيكس اللي هو ام، مفهوم الشباب؟ معنيناش وكنرمزو ليه بلاغ ديال زد، مفهوم؟ اللي كيساوي تيتا بترديد دو بي، مفهوم الشباب؟ دونك منين جاتنا هاد لارغيمون كتساوي زد، او يمكن لينا ناخدو واحد ديمونستراسيون بخصوصها بعلاقتها بها، او نكتبو الشكل المثلثي. دونك الا خدينا هذا كواحد مثلث متعامد او متعامد في ا، دونك عمودي في ا، او مثلث قائم الزاويه في ا، اسمحوا لي. دونك هذه هي ا، هذه هي واحد البوان اكس او المهم نسميوها، وبالاحرى ناخدوها هي لو موديول دو زد، حيتاش ديجا شفناها بان هاد لا ديستونس هادي هي الموديول دو زد، شفناها في الفيديو اللي من قبل اللي هي بعلاقه فيثاغورس، خدينا هاد المثلث هذا ومونطرينا بان هاد زد هذا هو الموديول، يعني هادي او كاري بلس هادي او كاري، لو راسين دو هادي او كاري بلس هادي او كاري اللي هي اكزاكتومون الموديول دو زد، اللي كيساوي لو راسين دو ا كاري بلس بي كاري، مفهوم؟ دونك هذا هو الموديول دو زد اللي هي او ام، مفهوم؟ دونك الا خدينا الكوسينوس دو تيتا اش غيساوي؟ كوسينوس دو تيتا اش غيساوي؟ هي هاد الكوتي هادي سيغ هادي، دونك اللي هي ا سيغ لو موديول دو زد، مفهوم؟ و سينوس دو تيتا سي هاد لا بارتي هي بي، دونك بي سيغ زد سيغ موديول دو زد. دونك سيتادير le module de z est égal à cosinus module de z est égal à cosinus theta fois a, et le module de z est égal à sinus de theta fois b. واضح هادي من جهة. من جهة أخرى عندنا بأن z كيساوي a plus ib، دونك يمكن لي نكتب هاد z سو فورم شحال كيساوي a en fonction de a et b، دونك يمكن لي نجبد ا و بي من هاد لي دو فونكسيون، دونك نمشيو مع هادي.
h يساوي a كيساوي وال موديل دو زد فوا كوسينوس دو تيتا اي بي يساوي دونك بي تيغال موديل دو زد فوا سينوس دو تيتا واضح دونك انطلاقا من هاد لا فورمولا هادي ان زد كيساوي ا بلس اي بي نعوض ا كتساوي بهاد القيمه ديالها وهادي بلا فورم ديالها دونك زد ايتيغال ا اللي هي موديل دو زد فوا كوسينوس دو تيتا بلس اي فوا بي اللي كتساوي الموديل دو زد فوا سينوس دو تيتا واضح دونك سيتادير كو زد est égal à même le module de z facteur cosinus de θ plus i sinus de θ voilà donc had la forme a dit ou had l'expression a dit qui est la forme triangulaire ou le شكل المثلثي شكل المثلثي للعدد العقدي z واضح دونك كيف ما شفنا من قبل بان الشكل الجبري هو انني نضع زد كيعطي لك على واحد لا فورم كبيره وكتضع زد اكزاكتومون كتكتب على شكل ا بلس اي بي ضروري يعني الشكل كتاخذ لا بارتي ريال بلس لا بارتي ايماجينير فهم دونك الا خدينا واحد المثال كونسيرنو ان باش نجبدوا هاد لارغيمون واضح نجبدوا لارغيمون ونجبدوا داك العجب دونك هاد هاد لارغيمون دابا ديال زيد اللي هو اكزاكتومون هاد تيتا هادي واضح دونك يكفي انني نكتب زيد على هاد لا فورم ونلقى ديريكتومون نعوض انا لارغيمون دابا من هادي نكتب بان لارغيمون دو زيد كيساوي ديريكتومون هاد تيتا هادي هاد تيتا فهم ترديد دو بي دونك الا كتبت هاد زيد سو هاد لا فورم كنلقى لارغيمون او العمده ديال هاديك هذاك العدد العقالي ناخذ مثال او امثله ما عليناش الا خدينا دونك واحد واحد بلس اي شنو هي اول حاجه دابا هذا شكل عقدي زد كيساوي ها هي زد كيساوي الشكل التخيلي او العدد الحقيقي زائد العدد التخيلي هنا العدد الحقيقي اللي هو واحد والتخيلي اللي هو واحد واحد فوا اي مضروبه في اي دونك شنو كندير كنحسب الموديل او المعيار ديال زد الموديل ديال زد اش كيساوي معيار ديال زد اش كيساوي هو لوغ سين دو ا كاري زائد بي كاري واضح دونك ا هنا اش كتساوي اللي هي واحد هو لوغ سين دو واحد اسي اتنان زائد واحد ديال اي اللي هي واحد اسي اتنان اللي هي بي فهم اش كتساوي هي ديريكتومون لوغ سين دو دو هادي هي المرحلة الأولى اللي هي كنمشي نحدد المعيار ديال زد كنكتبو المعيار ديال زد اش كيساوي لقيناه بأنه كيساوي لوغ سين دو دو واضح دونك هو لوغ سين دو دو فاكتور اشنو فاش كنضرب دونك كنعمل بلوغ سين دو دو فهاد العجب هذا هادي كنعمل بلوغ سين دو دو فاكتور هاد العجب الا عملت بلوغ سين دو دو فهادي اشنو غيعطيني هي غنقسم على لوغ سين دو دو عادي غنقسم دابا عملت بيه غنقسم عليه زائد اي فوا ان سور غاسين دو دو باش الا ضربت الا نشرت ان الا نشرت الغاسين دو دو بحال ما وقع والو واضح دونك غير كنخرج هذاك الموديل دو زيد كنخرجو كنعمل به في هاد لا فورم هادي فهاد ديكسبرسيون هادي واضح اللي كتساوي لو غاسين دو دو دونك كنستخرج من هاد العجب هذا كنستخرج منه الكوسينوس دو تيتا و سينوس ديال تيتا دونك هادي كتساوي لو غاسين دو دو سور دو حيت لو غاسين من الكسر وهنا من المقام دونك هنا كندير هي لو غاسين دو دو سور دو واضح دونك شنو هي الزاويه الى درت ليها الكوسينوس ديال تيتا دونك شنو هي دونك اسمعوا شوفوا معايا كوسينوس ديال تيتا كيساوي لو غاسين دو دو فهم دونك شنو هي الزاويه الى درت ليها الكوسينوس عطيني غاسين دو دو سور دو و شنو هي الزاويه نفسها الى درت ليها سينيس ديال تيتا كتساوي لو غاسين دو دو سور دو فهم دابا خصني نجبد هاد التيتا هادي شنو هي الزاويه اللي على الكوسينوس كتعطينا غاسين دو دو وهي نفسها كتساوي لو السينيس ديالها كيساوي لو غاسين دو دو سور دو اللي هي انطلاقا من الدائره المثلثيه دونك غاسين دو دو سور دو هو هنا دونك هو ديريكتومون اللي هو لو غاسين دو دو سور دو هنا ديال السينيس وديال الكوسينوس اللي هو بي سور 4 مفهوم دونك هادي تيتا او كوسينوس دو اسمحوا لي
cosinus de P sur 4 qui s'est racine de 2 sur 2. On a sinus de P sur 4, il y a racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, il y a une transformée de racine de 2 sur 2, on a cosinus de P sur 4. Et quand c'est racine de 2, les cosinus de P sur 4 plus I sinus de P sur 4. Sinus de P sur 4, il y a racine de 2 sur 2, il y a. Voilà, chabab. Donc, ou minou, fait une 1 plus i, que tu as écrit là. Ou minou, l'argument d'iel z, ou d'iel wahed zaïd i, h qui est saoui, comme si, qui magna dit que zaoui est le kéna, naïf le cosinus ou le sinus, aïe. Il y a 4 saoui directement p sur 4, bitrdid, itnani, p. Wad. N'ardu mital akhor. Il a khdina, wahed zaïd i racine de 3. أول مرحلة أو أول مهم أول مرحلة هو نمشي كنحسب المعيار. المعيار قلنا كيساوي معيار ديال زد، دونك هذه هي زد كتساوي هو لا بارتي ريال أو كاري زائد لا بارتي إيماجينيغ أو كاري. ياك فين هو أو فين هو بي هنايا؟ أ هو واحد، دونك واحد أس اثنان زائد، وكندير بي أس اثنان، بي عندي هو راس دو تلاتة اللي هي تلاتة أس اثنان. واضح؟ كنحسب اللي هي لو غاسين واحد زائد غاسين دو تلاتة أو كاري سي تروا. واضح؟ اللي هي تلاتة زائد واحد اللي هي ربعة، دونك غاسين دو ربعة سي دو. عفوا، اللي هي كتساوي دو. واضح؟ دونك كنمشي نحط هذا المعيار اللي القيمة ديالو كنمشي نعمل به غاسين دو كنعمل به هنا. واضح؟ إلا عملت به كنقسم عليه، يعني غنقسم على دو بحال ما وقع والو، زائد اي غاسين دو 3 سيو 2. واضح؟ باش الا نشرت في هذا العجب تعطيني نفسها، يعني 2 فوا 1 2 مع تختزل 2 مع 2 تبقى لي ا. ها هي 2 فوا 2 غتمشي 2 مع 2 تبقى لي اي غاسين دو 3 اللي هي بحال ما وقع والو، مفهوم؟ بحال ما كندير والو، ولكن كنخرج هذا العجب باش تبان لي هذا ان دومي اللي هي غنشوفوا شنو كان عليه. دونك ان دومي كما قلنا شنو هي، خصنا نحولو على الشكل ديال الكوسينس ديال واحد الثيتا باش يساوي ليا ان دومي، ونفس هذيك التيتا سينيس دو تيتا كيساوي ليا غاسين دو 3 سور 2. دونك شنو هي هاد الزاوية هادي اللي كتحقق ليا هاد الشرطين، مفهوم؟ دونك ان دومي في الكوسينوس، ها هو الكوسينوس فين كاينة ان دومي، هي الاولى هنا، هي كاينة ان دومي ياك. شنو هي الزاوية اللي هي هنا؟ و 3 دومي كاينة في السينيس، ها هي هنا فين كاينة 3 دومي، دونك نفسها. دونك شنو هي الزاوية هادي اللي هي بي سور سيس؟ هادي هي بي سور 3. دونك هنايا بي سور 3 الإحداثية ديالها على الكوسينيس كيعطيني هنايا غاسين دو 3 سور 2، هنايا غاسين دو 3 سور 2 بالنسبة للكوسينيس، وبالنسبة للسينيس كيعطيني اللي هي ان دومي. واضح؟ دونك شنو كيعني؟ أن تيتا اش غتساوي؟ إلا كانت كوسينيس دو تيتا كيساوي ان دومي كما قلنا، ان دومي هي بي سور 6، يعني كوسينيس دو بي سور 6 هي أن تيتا كتساوي بي سور 6، وهنا تيتا نفسها كتساوي بي سور 6. واضح الشباب؟ دونك غنمشي نعوضها بان دومي، يعني دو فاكتور كوسينوس دو بي سور 6 زائد اي سينوس دو بي سور 6. واضح الشباب؟ دونك ومنه كما قلنا لارغيمون ديال اش ديال 1 زائد اي غاسين دو 3 اش كيساوي؟ كما قلنا كنحطو ديك الزاويه اللي هي بي سور 6، بي سور 6 بترديد اتناني بي. واضحه الشباب؟ دونك نتمنى انا هاد لابارتي تكون واضحه. دونك غادي نشوفو دابا بعض الخصائص والمميزات ديال هاد لارغيمون هذا. دونك لارغيمون بون لارغيمون ديال زد مضروبه في زد بريم بحيث زد والزد بريم عددين عقديين مختلفين بطبيعه الحال، ولا مهم ولا بحال بحال ماشي مشكل، حتى الا كانوا بحال بحال غادي نعرفوا كيفاش. اش كتساوي؟ هي لارغيمون ديال زد بلس لارغيمون دو زد بريم، واضح؟ بترديد اتنان بي، فهم؟ هادي يمكن نمونطريو عليها ماشي مشكلة، نديرو الاخرين اللي هي الا كانت لارغيمون ديال زد على زد بريم اش كتساوي؟ هي لارغيمون ديال زد موان لارغيمون ديال زد بريم، كيف ما كتشوفوا بحال الشكل ديال الالين، ولكن هادو غادي نديمونطري عليهم دابا، هادي كل حاجه بوحدها. واضح؟
و لارغيمون ديال زد على بيسونس ان اش كتساوي؟ كنزل هاد ان كيولي كفاكتور ان فوا لارغيمون ديال زد بترديد اثنان بي. واضح هاد الخصائص هادو خص تحاولوا تضبطوهم الشباب ياك، ومع هادوك الخاصيات اللي شفنا من قبل في الدرس اللي من قبل او في البدايه ديال الدرس اللي من قبل ديال الموديول وديال شي امور اخرين. واضح؟ دونك باش نمونطريو هاد الاولى ديمونستراسيون او برهان، المهم انا نفس الشكل غير غنبدا لكم كيفاش كنمونطريو عليهم، وغادي نمونطريو على داك العجب كامل. دونك الا خدينا زد كيساوي هو عدد عقدي، كتكتبي على شكل زد الموديول دو زد الشكل المثلثي ياك. دونك ديما ملي كنخدمو في لاغيمو راه هو الشكل المثلثي كوسينوس دو تيتا بليس سينيس اي سينيس دو تيتا عفوا. و زد بريم هو الموديول دو زد بريم فوا الكوسينوس دو تيتا بريم بلوس اي سينيس ديال تيتا بريم ياك، بحيث هاد تيتا بريم هي لاغيمون ديال زد بريم و تيتا هي لاغيمون ديال زد. واضح؟ دونك شنو بغيت انا؟ زد فوا زد بريم غنمشي نحسبها باش نخرج لاغيمون ديريكت، حيت كيف ما شفنا في الامثله اللي من قبل يكفي نكتبو على هاد الشكل، على هاد الشكل المثلثي. دونك لاغيمون ديال زد ها دوك شوفها، لاغيمون ديال زد بريم هو تيتا بريم كيساوي تيتا بريم بترديد اثنان بي. واضح؟ و لاغيمون ديال زد اللي كيساوي تيتا ياك بترديد اثنان بي. انا شنو بغيت نمونطري؟ بغيت نبين البرودوي ديال هاد لي جوج، هاد الجوج يعني لاغيمون ديال زد فوا زد بريم، يعني يكفي انا نحسب زد فوا زد بريم نكتبو على شكل مثلثي على هاد الشكل هذا، يعني المعيار ديال شي عجاب فوا الكوسينس ديال واحد الزاويه زائد اي سينس نفس الزاويه، يعني لقيت ديك الزاويه دونك لارغيمون ديال زد فوا زد بريم راه هو هذيك الزاويه. واضح؟ دونك نكتبها، دونك نضرب زد فوا زد بريم ها هي زد، ها هي ليكسبرسيون ديالها نكتبها، يا الموديول دو زد فوا الكوسينس دو تيتا بلس اي سينس دو تيتا مضروبه في الموديول دو زد بريم، يعني اللي هي زد بريم ها هي زد بريم ليكسبرسيون ديالها هي هادي fois le cosinus de theta prime plus i sinus de theta prime. Voilà. Donc, à tirer des nchro. Donc, on dit z fois z prime qui marche fna chèvre. Yeah. Donc, z fois z prime, z fois z prime qui s'est oui, il y a z, mais il y a z prime. Quand on fait le meilleur, mais on dit ce mouchkil. Yani, il me kiline n'jmaoum, on fait le rachoum. Donc, il me kiline n'jmaoum, il y a z fois z prime. واضح؟ دونك من بعد غادي نشر هاد العجب عادي جدا، هي كوسينيس فوا كوسينيس يعني كوسينيس تيتا مضروبه في كوسينيس تيتا بريم. واضح؟ اللي زائد كوسينيس تيتا او زائد اي كوسينيس تيتا سينيس تيتا بريم. واضح؟ زائد اي كوسينيس تيتا بريم سينيس تيتا ناقص حيتاش اي فوا اي اللي هي موانزا، يعني موا سينيس تيتا سينيس تيتا بريم سينيس تيتا سينيس تيتا بريم. واضح؟ دونك ومنه ان هي المعيار ديال زد زد بريم عامل كوسينوس تيتا فوا تيتا بريم. دونك اون فاغو غروبي هاد العجب هذا، دونك كل حاجة نحطها بوحدها نشوف اللي بحال بحال. وكما كنعرفو ان العلاقات المثلثيه، يعني غادي نحاول نخرج شي علاقات مثلثيه هنايا. دونك شوف العلاقه ما بين تيتا وتيتا بريم، يعني كوسينس تيتا وتيتا بريم غادي نشوفها فين هي كاينه، كوسينس تيتا وتيتا بريم يعني خصني نشوف سينس تيتا وسينس تيتا بريم. ها هي دونك موا سينوس تيتا سينوس تيتا بريم ياك، خديت هادي وخديت هادي، لا بارتي ريال بوحدها ولا بارتي ايماجينير بوحدها. نعمل باي اي فاكتور cosinus theta sinus theta prime plus cosinus theta prime sinus theta. واضح؟ شنو كيعني بهادي؟ دونك انا هي الموديول ديال زد فوا زد بريم عامل cosinus theta prime موا sinus theta prime. كيف ما كتشوفوا هادي اللي هي cosinus ديال theta plus theta prime. واضح؟ زائد اي
facteur. Cosinus theta, sinus theta prime, et cosinus theta prime, sinus theta. Lié directement sinus, dirais-je, del theta, et theta prime. واضح هاد العلاقات هادو راه عرفناهم من قبل عرفنا ان دونك غادي نديروها في الجنب هاد العلاقات المثلثيه الشباب راهم مهمين كوسينيس ديال ا زائد بي اش كيساوي اللي هي كوسينيس ديال ا كوسينيس ديال بي كوسينيس ديال ا كوسينيس ديال بي كان بلوس كارد دو موا كنقلب كتولي سينيس ا سينيس بي مفهوم هذه هي اللي استعملت هنا هي او بي بحيث ا كتساوي تيتا و بي كتساوي تيتا بريم يعني كوسينيس ا دي هي كوسينس تيتا كوسينس بي هي كوسينس تيتا بريم كانت عندي بلس كان عندي موان هي موان يعني تولي بلس يعني سينس تيتا سينس ا سينس بي سينس تيتا بريم مفهوم و ليكسبرسيون الثانيه اللي هي سينس دو ا بلس بي اش كتساوي اللي هي سينس دو ا كوسينس دو بي كانت بلس كنخليها نسها بلس بديت بسينيس ا من بعد كندير سينيس بي فهم سينيس بي كوسينيس ديال ا واضح نفس هذا هادو هما ليكسبرسيون اللي استعملت في هاد التانية هادي واضحة الشباب رجعوا هاد الشيء اللي من بعد اللي من قبل دونك هو من هو زد زد بريم المعيار ديال ا اسمحوا لي دونك زد زد بريم كتساوي هي المعيار ديال زد فوا زد بريم عامل لي كوسينوس ديال تيتا زائد تيتا بريم زائد اي فاكتور سينيس ديال تيتا بلس تيتا بريم واضح دابا هذا هو الشكل المثلثي ديال زد زد بريم دونك ومنه لارغيمون ديال زد مضروبه في زد بريم هي هذه هي زد مضروبه في زد بريم اش كتساوي كما قلنا هذا هو الشكل المثلثي يعني لارغيمون ديال هذه هو هاد الزاويه اللي كياخذها كوسينيس ونفسها راه كياخذها السينيس دونك اكزاكتومون غيساوي اللي هي تيتا زائد تيتا بريم بترديد 2 بي مفهوم وشنا هي تيتا وشنا هي تيتا بريم كيف ما شفنا من قبل درناها بان تيتا بريم اللي هي لارغيمون ديال زيد بريم وتيتا اللي هي لارغيمون ديال زيد ومنه ان تيتا نعوضها بلارغيمون ديال زيد زائد تيتا بريم اللي هي لارغيمون ديال زيد بريم بترديد 2 بي واضح دونك هذا هو لارغيمون ديال زيد فوا زيد بريم واضح الشباب دونك ها حنا مونطرينا هذيك الاولى لان لارغيمون ديال الجداء ديال العددين عقديين هو المجموع ديال المعيار ديالهم او ديال العمده ديالهم سمحوا لي ها هو دونك ونفس القضيه غادي نستعملها لا في ديفيزيون لا في زيد على بيسونس ان باش نخرج ان مفهوم الشباب دونك يمكن لنا دابا ناخذ واحد المهم واحد المثال ناخذ واحد المثال معليش مثال بخصوص هاد العدد العقديه وهاد العلاقات ما بين الاعداد العقديه دونك الا خدينا واحد بون واحد سي كتساوي واحد ليكسبريسيون يعني نديروها هي 1 بلس اي اسي 2 فوا 1 بلس اي مغاسين دو 3 مزيان سور ديرو غاسين دو 3 بلس اي ما عليناش نرفعو اس 2 ماشي مشكل دونك بغينا المعيار ديال هذه قالك اسيدي جبد ليا ماشي المعيار جبد ليا العمده لارغيمو ديال سي واضح دونك نقسمو هذه على جوج اول مرحله شنو كندير كنحاول دونك شنو هو الهدف ديالي هو نكتبها على الشكل المثلثي الشكل المثلثي اول حاجه كنديرها هو كنجبد لارغيمون سمعوا لي كنجبد المعيار يعني المعيار ديال سي واضح دونك المعيار ديال سي شنو هو المعيار ديال الجداء هو مقسوم اعداد عقديه واضح دونك كيف ما شفنا ان المعيار ديال ا سيغ بي اللي هو المعيار ديال ا سيغ المعيار ديال بي والجداء ديالو نفس القضيه كنفرق المعيار ما عنديش فيه مشكل واضح ولا كان الجداء والقسمه كنفرق ماشي مشكل دونك هي كتولي هي المعيار ديال 1 بلس اي او كاري فوا المعيار ديال 1 بلس اي راسين دو 3 سور المعيار ديال راسين دو 3 بلس اي اس 2 ياك الشباب واضحه دونك المعيار ديال هذه الاولى
واش واضح الشباب هذيك؟ دونك هذه هي المعيار ديال العجب كامل. كما قلنا المعيار كيتفرق، المعيار ديال الاول، المعيار ديال الثاني، على المعيار ديال اللي كاين في لينوميراتور. واضح؟ المعيار ديال الاول اللي هو الراسين دو ا او كاري زائد بي او كاري، يعني الغاسين واحد اس اثنان زائد واحد اس اثنان، الكل اس اثنان، ياك، فوا لو غاسين ديال ا اس اثنان اللي هي واحد اس اثنان زائد بي اللي هي غاسين دو تروا اس اثنان، ياك، سيغ لو غاسين ندير ليه او كاري حيتاش كاين عندي هنا مربع، لو غاسين غاسين دو تروا او كاري زائد واحد او كاري، شنو كتساوي؟ بون 1 بلس 1 سي 2، غاسين او كاري يعني غتمشي لو غاسين، غتبقى ليا 2، 2 فوا لو غاسين دو، غاسين دو 3 او كاري سي 3، 3 بلس 1 سي 4 يعني 4، لو غاسين دو 4 سي 2، فهم؟ دونك لتحت او كاري غتمشي ليا مع هاد لو غاسين، غتبقى ليا 3 زائد 1 اللي هي 4، واضح؟ ومنه دونك هادي غتساوي ليا اكزاكتومون اللي 1، دونك ومنه المعيار ديال سي كيساوي 1، واضح الشباب؟ دونك ومنه باش نكتب هاد السي على الشكل المثلثي صعيبة عليا، دونك هادي المرحلة الأولى، يعني خصني نحاول نكتب هذا على الشكل الجبري، نكتبو على الشكل الجبري، يعني نكتبو على شكل أ بلس إي بي، بحيث أ هي لا بارتي ريال وهادي هي بي هي لا بارتي إيماجينار، واضح؟ هاد الطريقة هادي اللي سلكت ماشي هي هادي، يعني خصني نحاول نستعمل الخاصيات ديال لارغيمون. شفنا بأن الملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون عرفناهم، دونك لارغيمون ديال سي اشنو كنعنيو به؟ هو لارغيمون ديال العجب كامل، يعني لارغيمون ديال زيد فوا زيد بريم على زيد، المهم هي دابا ا على بي، شوف معايا لارغيمون ديال ا سيغ بي هي لارغيمون ديال ا موان لارغيمون ديال بي ناقص اللي كاين في التحت، دونك عطيني هي لارغيمون ديال هادي اللي الفوق، هي لارغيمون ديال 1 بلس اي او كاري فوا 1 بلس اي غاسين دو 3، ياك، ناقص لارغيمون ديال غاسين دو 3 بلس اي او كاري، واضح؟ دونك عطانا هنا لارغيمون ديال ا فوا بي، كما قلنا الجداء ديال العددين عقديا العمدة ديالهم اللي هو المجموع ديالهم، يعني لارغيمون ديال الاول زائد لارغيمون ديال الثاني اللي هو 1 بلس اي او كاري زائد لارغيمون ديال 1 بلس اي غاسين دو 3، واضح؟ ناقص لارغيمون ديال غاسين دو 3 بلس اي لو تو كاري، هاد او كاري هادي هي بحال على شكل زد على بيسونس ان، وشفنا لارغيمون ديال زد على بيسونس ان كنزل داك ان كوم فاكتور، واضح؟ دونك هنا غينزل ليا هاد دو غيخرج على برا، يعني دو ارغيمون ديال 1 بلس اي بلس l'argument ديال 1 plus i racine de 3 moins 2 argument ديال racine de 3 plus i، واضح؟ دونك هاد 1 هاد l'argument ديال 1 plus i وهاد العجب هادي يعني شفناهم في المثال اللي خدينا قبيله، دونك 1 plus i كيساوي بي سور 4 يعني هي 2 بي سور 4، l'argument ديال 1 plus i racine de 3 كيساوي لي هي بون غاسين دو 3 سور 2 لارغيمون، دونك لي هي بي سور 3 موا لو ارغيمون ديال لو غاسين او غاسين دو 3 بلس اي غيساوي هي 2 بي سور 6، واضح؟ دونك الى جمعت هاد العجب هذا غيعطيني دونك سي 2 غتمشي ليا مع 2 بي سور 2 2 سي بيغ بي سور 3 تمشي لي مع بي سور 3 تبقى لي ديريكتومون اللي هي بي سور 2، ومنه لارغيمون ديال سي كيساوي هاد العجب لارغيمون ديال سي كامل على لارغيمون ديالها اللي هو بي سور 2، نتمنى ان هادشي يكون واضح. المهم نشوفوا واحد دي زارغيمون خصنا نحاولوا نحفظوهم، يعني هادو كيتسموا دي زارغيمون ما نحاولوش ننساوهم، ياك؟ دونك لارغيمون هادو حاولوا عقلوا عليهم او حفظوهم، ياك، ديال 1 بلس اي اش كتساوي؟ اللي هي بي سور 4 بترديد 2 بي، لارغيمون ديال اش؟ ديال 1 بلس اي غاسين دو 3 اش كيساوي؟ هي بي سور 3
بترديد اثنان بي. هادو حاولوا احفظوهم ياك. ولارغيمون ديال اش ديال بون نديرو غاسين دو 3 بلس اي. هادو حاولوا احفظوهم باش تسهلوا عليكم الحسابه. في لا بلوبار دو طون كيستعملوا هادو اللي واضحين باينين، ولكن ماشي مشكل. ديال كتساوي بي سور 6 بترديد اثنان بي. هادو راه يمكننا نمونطريو عليهم الشباب ياك. هادو راه عالية جدا، يعني لوغا سين دو 3 بلس اي اش كتساوي المعيار ديال هادي اللي هو لوغا سين دو 3 بلس 1 سي 4، يعني غاسين دو 4 سي 2، دونك دو فاكتور غاسين دو 3 سور 2 بلس اي 1 دومي ياك. شنا هي الكوسينيس؟ شنا هي الزاوية اللي تلقاها الكوسينيس تعطيني غاسين دو 3 سور 3 سور 2؟ كنمشي للدائرة المثلثية، كنمشي نحط في الكوسينيس كنحط في الراسين دو 3 سور 2، ها هي. دونك هنا بي سور 6 واضح. دونك انا عطيني ليا كوسينيس ديال بي سور 6 بلس اي ان دومي في سينيس، ان دومي في سينيس هي الاولى، دونك اللي هي ديريكتومون سينيس ديال بي سور 6 واضح. ديريكتومون لارغيمون ديال راسين دو 3 بلس اي اللي هو بي سور 6 اللي هو اكزاكتومون واضح. الشباب بالنسبه لهادي ولا هادي ولا اي عدد عقدي كاين اللي نكتبوه على هذا الشكل هذا، مفهوم؟ غير دابا هاد لارغيمون هذا كيسهل عليا الحساب، يعني كنستعمل دوك العلاقات ديال ا فوا بي سور سي. العجب هذا كيسهل عليا، يعني هي ا هي لارغيمون ديال ا بلس لارغيمون ديال بي موان لارغيمون ديال سي، كيسهل عليا الحساب. يعني كنفرق هاد العجب هذا كل حاجة بوحدها واضح. دونك وصلنا للنهاية ديال الفيديو، يمكن لكم المهم اي حاجه ما فهمتهاش يمكن لكم تخليوها في التعليق. المهم غادي نديرو شي تمرينات بخصوص هاد العجب هذا باش نحاولوا نافونسي شويه ونفهمو مزيان. كاين شي علاقات غادي نحاول نديروهم، ماشي مشكل نديروهم دابا كاع قبل ما يكمل الفيديو، نجاوب علي نعطيهم لكم باش تحاولوا تاخذوهم كديزاسيوس. ما عليناش. دونك مثلا الا كان عندي واحد اكس كيساوي او زد، دونك هذا شكل عدد عقلي كتكتب بشكل اكس بلس اي واي واضح. دونك لارغيمون ديال زد خديناه بانه كيساوي تيتا، نفترض انه كيساوي واحد الزاويه تيتا بتعداد اثنان بي، فان دونك لارغيمون ديال اش ديال اكس، هيا نعاودو هانيت ماشي مشكل، ديال اكس بلس اي ايكغيك كيساوي تيتا بترديد اثنان بي واضح. ولدينا لارغيمون ديال اش الا كانت اكس موان ايكغيك فهي كتساوي موان تيتا، دونك دخلت الموان من جهة هاد لابارتي ديال بارتي ايماجينير كتولي موان تيتا واضح. لارغيمون ديال موان اكس موان اي ايكغيك فانها كتساوي لي هي بي بلس تيتا بترديد اثنان بي واضح. دونك نفترض ان لارغيمون ديال تيتا عندي ديال هاد زيد هذا عندي تيتا، ومن بعد في نفس ليكزيرسيس قال لك اسيدي قلبها، يعني شنو هي هذه هي لارغيمون؟ الا كانت لارغيمون ديال زيد كيساوي تيتا فان هذه كتساوي هي لارغيمون ديال زيد بار واضح، المرافق الكونجوغي كيساوي موان تيتا، مفهوم؟ دونك لارغيمون ديال زيد كيساوي تيتا بترديد اثنان بي، لارغيمون ديال زيد بار كيساوي موان تيتا بترديد بي، مفهوم؟ هادو قواعد خص تحاولوا تعقلوا عليهم ياك الشباب. دونك ما عليناش، الا خدينا دابا لارغيمون ديال موان اكس بلس اي تيتا، مفهوم؟ كيساوي بي موان تيتا بترديد اثنان بي. هادو جوستومون علاقات علاقة عندها علاقة بالأخرى، يعني إذا دخلت شي مهم بحال دابا هادي تعمل بلو موان يمكن لي يخرج ليك، يعني غتولي تيتا بي موان تيتا واضح. المهم هادشي اللي كاين الشباب في هاد العجب هذا ما عليناش. دونك يمكن دابا نديرو من بعد نديرو تمارين باش نحاول نفهمو هاد العجب، ناخدو واحد دو زيكزارسيس ولا تخوا زيكزارسيس في هاد الشكل المثلثي باش نحاول نفهمو هاد العجب هذا. ما عليناش، نتمنى ان هاد الفيديو يكون واضح. اي حاجه ما مفهوماش يمكن لكم تخليوها في التعاليق، يمكن لكم ترسلوني عبر الفيسبوك. وهادشي اللي كاين الشباب، وخليت لكم الراحة والسلام عليكم.